السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم شباب صبايا؟ رجعنا فيديو حلقة جديدة عن محاكي المزرعة. بهذا الفيديو ايش راح نعمل؟ طبعا مثل ما بتعرفون انه بهذا الفيديو او يعني بهاي اللعبة ما نقدر نعمل شيء حتى نخلص الموسم اللي عنا يطلع هون في مبير حزر عنا شو اسمه هذا شو اسمه دوار شمس وهون مزروعات ذاتا راح نستنى هون بما يخلص السنة اللي هو مؤلف من 12 يوم لازم نستنى تخلص. فلذلك انا اخذت عقد راح احول بالماكينات بيطلع مو في عقد لقيته بالعقود هذا هو عقد هو حرس ارض هذا هو هون رقم الارض 28 مطلوب مني بس احرسها. طبعا استاجرت الماكينات من عندهم ما بدي اوجع راسي فيهم. ارض رقم 28 بس خلينا نشوف الموقع. الارض 28 بس ما تقلي باقصى الشمال. ارض 28 الارض 28 هي صديقي المشاهد اني انا ما عم بشوف رقم هاي لقيتها هاي الارض 28 فنحن لازم نطلع هيك 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 لانه صار الارض 28 شايف يا صديقي ما بعدها. طيب رح ناخذ العده ونروح على الارض 28 يا رب. ما بعرف يعني هي شوف انه هاي المشكله بالعلب بدي اصير بكره اصير مشي الفيديوهات بسرعه مشان ننزل لكم فيديوهات تانية يعني مشان نسرع العمليه او نشتري الاراضي كلياتها ونبلش ننقل عليها نجرب كل ارض نزرعها نوع معين. خلينا نشيله مع انه صغير يعني ايش هالوزن يعني كله 900 كيلو التراكتور اثقل منه. المهم لازم شيء يكون يضغط من قدام. هلا بنروح الى الارض 28. هلا جوز المايك او سكر الصوت يعني هلا بالتسجيل يعني هلا عم نجربه انا. المايك انا عامل له حساسيته كثير واطيه فاوقات انا كنت عم بحكي نفس الكلمه ما تسمعوها لانه الحساسيه تبعتها تكون ما لقطت الحكي. فبعتذر منكم من هذا الاشي انه زي ما بتفهموا او حسيت انه عم بتضيعوا بالحديث لما يكون انا عم بحكي فبعتذر منكم بشكل كبير جدا. انا لازم اطلع اليمين. بتعرفوا شغله مصيرنا نحن نفطر بالمدينه اللي عملنا هيك دوره شو هاد؟ خلينا نشوف شو هاد؟ ويش ده يا راجل؟ مكان تفريغ اتوقع مكان يشتري منه هو راح يشتري يعني يشتري هذا مكان بيع. اي سامين كمل تعال نشوف التراكتور من جوا شلون شكله. والله شي فخامات عم تجي ها؟ زي ما تحسه غرفه نوم طلع كم شاشه. والله يعني بشوف كم الشاشات الموجود بالتراكتور بكل قوارب كمان نايس. والله حاسين لعبه بشكل جدا كبير في اشياء كتير موجوده كمان اخذوا من هذيك الحسبه مصاري حق اللعبه. المهم على فكره امس في قلت لكم شغله قلت لكم جوز تشوفوها لانه اللعبه صارت موجوده مكركه على احد المنصات شفتها انا مكركه موجوده فيلي بده اياها بيروح بنزلها وبيتابع معنا ايش رح نعمل ان شاء الله بالمستقبل. رح نعمل كتير اشياء يعني مو شغله بس الله هيك عم نستكشف لسه اللعبه وفي كتير مودات لسه ما نزلت حتى نبلش نشرح لكم عن المودات فبدكم تصبروا شوي لسه اللعبه مو جديده. واذا المودات ما اشتغلت معكم باللعبه المكركه يعني ما قدرتوا تنزلوا مودات بنلاقي لكم دوباره يعني لا تاكلوهم عرفتوا شلون بس خلينا ننزل المودات الاول. هلا وين مدخل الارض؟ وين المدخل حجي؟ هي يمكن الارض تبعته المحصول تبعه مات. والله شكل ما لها مدخل هاي الارض. عم ندور هيك حرام ندخل هيك من العشب من النص. ريحانا هيك مأدبين كويسين. والله ارض كبيرة يا معلم. هذا هو المدخل لقيته. هلا اول شي هدي. والله مو مدخل. معناته ما في مدخل خلاص. ارتاح. هذا جاب طابق على طابقين. خالص. لا راني من ننزل. الان الشغل صار كويس. تعال نشوف. ايش زرع هنا؟ قطن ايوه وحرسوه ليش هلا موسم القطن خلاص؟ قطن قطن
هلا مو زر موسم هلا الزرع، شلون هذا عم يحرسوا هلا؟ لازم يزرع قطن هاد. حلو يعني، اوه مناطيد كمان، نايس شي حلو والله جميل. كان زارعين قطن وعم نحرس هلا. طيب نروح نرجع. ايوه ده يا معلم كمل. القطن مو شغلته بسيطة. اشوف المشكلة كنا حاولنا ناخذ عقد ثاني بس، ولكن العقود الله معنا ذن. اوه بقدر اخذ عقد ثاني، حلو والله جميل جدا، عجبني. اي لايك ات، عجبني، عجبتني ايمن، عجبتكم، عجبني. تعرف في هون، لا مو هذا، هذا بده نزرع له شو اسمه، يمكن سونفلور. سونفلور ايه هي؟ الدور الشمس نفسها. رح ناخذ هذا العقد. جاب يقبل والله، قبل، نايس والله. مدوم مود، كان اولي بده مود. حلو. بالارض رقم 48، ونروح الارض 48 وين هي؟ جنبي، منيحه قريبه مني. فننزل نحن من هون، ندخل من هون، ندخل 48 ونزرعها شو اسمه فلوري، هاي الدور الشمس. طيب نحن اساسا عندنا المعدات جاهزات، بس خلينا نحصل على التراكتور المطلوب. هذا هو معلم، شغل امشي. ايه يا رب، والله بالصدفه اكتشفت انه بقدر اخذ اكثر من عقد. جد طلعوا العقد 48 مو صار مطلوب على الخريطه، صار يطلع اشارته مثل كانه لعبه اسمه جي تي اي. بس كمان هيك كمان حركه حلوه عجبتني، يعني هيك اضافة، يعني لمسة بسيطة بس جميلة صراحة، لها فائدة. بالعكس هيك تسوى انه الواحد يقدر يلعب اي شيء، يعني مو انه مجبور يمسك بس عقود، تقدر تعمل كثير اشياء. عشان نروح الطرف هذاك. ويط 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 ويط. هلا بروح اجيب سيارة البيكام فيوز سماد وارجع. ثانية ثانية عشان نحرس، خلينا نحط هيك بشكل طولي نمشي اسرع. الو الو الو، بس ليش الاف بي اس 20 يا زلمة؟ مش هيك عم بينزل الاف بي اس؟ مو طبيعي. والله بدها تطول هي يا معلم. زين سوق معلم. روح جيب البيكان، بيكان فيه وحدة ايش اسمه يا هو. مبين شغل فيه حمل حلو، فيه شي 400 بيكفي. ما ولا نجيب وحدة ثانية؟ لا نجيب وحدة ثانية، هنروح السوق نجيب وحدة ثانية وارجع. ويت ويت ويت. اوه هلا بنوقف عند العمو هاي الطبلية، بنشتري منه وحدة تانية. طلع البيكام على السرعة، هلا صرنا نحس بسرعة البيكام. يا كلنا اولي ما نزف فيها. طيب اول شي بس خلينا نصفو هذا هون. زيت بصيت. قمنا ندفش وقت ما يندفش معنا. طيب خلينا نشتري لوحدة طبلية. اتوقع تعرف بدي اخذ من هذا الشل، بس هذا شلون بدي احمله هنيك بعدين؟ اي والله صحيح، شلون بدي احمل انا بقلب الماكينة هذيك؟ صحيح سؤال جميل، شلون بدي احمل؟ هلا هون 1000 والصندوق شقد؟ هون هون صندوق خذ فيه كمان 1000، بس صندوق حقه 900، التشوال حقه 800. حلو هيك فرق جميل. ليش هتجي؟ طب هات نشتري واحد. هو السؤال شلون بدي افضيه؟ وين السؤال؟ شلون بدي افضيه؟ اول شي بس خلينا ندفش هي لقدام شوي. هلا اول شي مشان نرفع هدول، في عندك زرين تستخدم على الكيبورد هو الان والجي. ايه تمام، هدول بيرفعوا بينزلوها، والام والكي بيقرب ويرجعها. هلا الحكي باي، شلون بدنا نحملها؟
المصيبة مو هون، المصيبة رفعتها ما عالية كتير. شكلي تورطنا اشتريناها يا معلم. يلا ما تورطنا نتركها لغير شي. بابا ايوه شايفين شلون؟ عجب تركب واخيرا حملنا. هو ما تحملت لانه البيكام الباب ما بينفتح، لازم ينفتح. كان لو الباب ينفتح كان امورنا لوز، بس الباب ما بينفتح. هذا راح يخلص جزء منيح والله من الارض. والله ما وينه يا رب. يلا وين؟ على ارضي من ارضي لتحت على 48. انا بطلع انت ورا. الله على البيكام احدثه يا حجي، في تقنية والله. اوف اوف لا بالافلام الهندية ما صار القلب اي. دون أبطلع تحتلق قدامك روحي مو يمين ولا يسار. لو حتى الساعات شغلت نايس. هاي يمكن الحمل مو شوي عالي من ورا، بس السيارة بتحيص على فكرة. إذا انتبهتوا بالفيديو الماضي آخر شي هون في عنا تانك فاضي، ليش البيئة هذا وقدامي في عنده شي فضي؟ هو غالبا السماد ما ضل. اذا انتبهتوا المراية كانت ما شغالة، بس ما يكون السماد فضي. طيب اذا السماد فضي ما بظن السماد الحقيقي البياض. ما ضل شو اسمه هذا سماد غير 250، ولازم نروح نجيب سماد. قمنا نجيب سماد هلق عشان نفكر في طريقة نجيب فيها سماد. فإذا لازم ندور لنا على مركبة بتفيدنا، فأكيد البيكام ما عاد يفيدنا. ومثل ما نكون شايفين هو الأسباب. في سبب في شيء تاني في هوم تيجي تريلا أو تك، كان أتوقع راح بشكله راح. كان في هيك مثل شلون أوصف لكم إياها، هي مثل سيارة بس تيجي تك، فهمتوا علي؟ يعني بيجي صندوق وما سيارة كبيرة شكلها شايلينها. ندور هون اي جولف بكام بكام، ما يزبط معنا ما يزبط معنا شي ابدا. شايلينها يا معلم. اي والله. طب شي يركب مع البيكام من هالتريلات، بس ما يزبطوا كلهم يا الله، كلهم كبار. طبعا شكله انه ما راح نلحق، فلذلك لازم نلاقي شارة نحاول من زيت الصندوق هون بالارض. تمام انه ما صعب. المشكلة زتينا في الارض، شلون نحمله بعدين؟ طيب من زيت واحد ورا ما مشكلة، شلون نحمله؟ هون انا مصيبة. طب طول بقى خلى بالنا صار فيه 400، فعجب بقدر اشيله؟ مستحيل 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 اقدر اشيله. 250 كيلو ايش فيه؟ ايش مفكريني دروكولا؟ طيب نلاقي حل اخر. والله مفكر بحلول ما بلاقي شيء. والله حلو كمان ترى شلون صار الارض رسم عليها البيلين. اوفر اوفر انا ممكن اني اطبه، بس يعني شلون بدي اشيله بعدين؟ بدنا نحسب حساب الشيله، لأن المشكلة ما حيضل كمان سماد. في حلقة آخر تعرفوا شو هي؟ بس لازم نوصل للميتين وما ضغي 40. ما بظن ما بلحق ما بلحق. الحل الأمثل يا حبيبي إيش بنساوي؟ طال 1% سماد بنروح عليه قبل ما يفضى خالص، لأنه تذكرت إذا فضي خالص بعدين بصير بيعبي بالقدامية، وأنا ما بدي أعبي بالقدام بيت السماد.
يمكن حجي توقف. وقف فيني كرسيتك. وقف او ما خلص السفي. روح عن جيرو السفي معنا مية. طب وقف خلينا نشوف هنا الفيه المية القدام. الورينية الورينية ضل فيها متلتر. طيب فك القفل. واو سنقدر نشيلها مع انه 185 جرام. حلو هلا بروح جيب اديك وارجع قبل ما يوقف. وقف عز بطيخ. طب ايش اعمل انا؟ طب 400 كيلو ما قدرنا نشيله. شو بدي اشيل انا؟ يلا منطوي دقيقه بس اروح اجيبك اياها وارجي عاملينها وجاهزه. ايه دوس. شوفوا 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 عالشوفير 120 كمان اعطيها. الساعة بتقطع 120 اعطتها بس لساته هو ملتزم بال 120 ما بعرف ليش. اوه شت لك جارني. يلا دي ما في مشكلة. وبعرف انه لو اني اركبه واصفه وراء اشرف لي. دي امشي اشبك انتي. ما زبطت. والله برجع طف غير موفق للصراحة يعني. لا 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 تتججح لا تتججح. طيب حلو حبسناها. حلوة الحبسة عجبتني. بس هو ده بيكمل الاساس ما يصير يعني منشغل فيه. بس والله بجد شوفوا اذا انتبهت انه صار هيك ياخذ الوزن. كان اول بينط نط مثل كانه لعبة هلا صار يعني هات تحسه في وزنية بالبيكام. يعني صار فيه جزئية الفيزيكال تبعته. كمان في مودات كان والله حملنا هيك صينية وحملنا معها هاي الجسمه جبناها تكون لها رافعة تصير هاي الجسمه نحطها بقلبها او اذا لو نزلون هاي جسمه ستافة بالايد انه بقلبها نصير نسحب ونرجع مثل سيارات النقل الداخلي. والله الظلم يبارك صار له ساعة بنتظرني. والله حقق علينا يا معلم ايش بدك تساوي. اف اف عاش نط. انت شوفت بي كام ايش هو هاد هلب ميتو هلب يو. الارض مناعة 20 خلص لقد تبعها. ساعدني بساعدك. شلون يكتب هو ساعدني ساعدك شلون يساعدني. ويت معلم والله بتسع صندوق تاني كمان. او بلعك باشا خلينا نمشي. روح كمل معلم بجيب هديك بحملها وبجيك. بهنو صرنا نقدر نشيلها. فيل تمام. هلا افضل عندي. هلا اول شيء بدي اروح هون العقد بانه خلصناه مسوي له كومبليت. هذا هو كومبليت كولكت تمام خلصناه.
طيب هلا نحن لهون بيكون وصلنا نهاية الفيديو. إن شاء الله بالفيديو الجاي بنكمل شغلنا بهذا العقد ونحاول نمسك عقد تاني أو لقينا شغلة تانية نسويها. فلذلك بيكون لهون وصلنا نهاية الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باي باي. لو عجبك الفيديو ما تنساش تتفرج على الفيديو ده وكمان الفيديو ده، وما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة وادفع خدمة الجرس علشان يوصلك كل جديدنا.